طيب مين شايفه من النجوم اللي ظهروا بشكل جيد جدا مع منتخبنا في مباراته الأولى، ومنتظر مين لسه يبتدي ينور على الأيام اللي جاية أو على الماتشات اللي جاية؟ يعني انا شوف رمضان كان كويس في الماتش اللي فات، مصطفى محمد كان كويس جدا، عمل مباراه هايله. يعني لسه منتظر من صلاح احسن من كده شويه، صلاح محسن يعني منتظر منه الاحسن من كده شويه، هو لسه ما جابش مستوى قوي. يعني لو قدر وصل لو مستواه هيبقى اعلى من كده بكتير، وهيبقى احسن من كده بكتير شويه. طب حضرتك رجليك في الملعب، يعني اللعيب اللي هو ممكن يكون بيتم الدفع بيه كمهاجم صريح ويتم الدفع بيه في البطوله ديت كجناح، هل صلاح لو تم تغيير مركزه او كان ورا مثلا مصطفى محمد ده ممكن يكون بيصفر عن النتيجه او شكل افضل؟ طالما بلعبها ما تاثرش، يعني طالما انا بلعب في الاماكن دي انا ما تاثرش. يعني انا عن نفسي لما كنت بلعب، انا كنت كل ماتش بلعب في مكان، ماتش كنت بلعب باك رايت، ماتش كنت بلعب باك ليفت، ماتش كنت بلعب ديفندر. فطالما انا الاماكن دي انا عارفها وعارف واجباتها واساسياتها وبلعبها، مش هتاثر معايا في حاجه. طالما بتلعب مهاجم صريح خلاص بتعرف تلعب الحته اللي تحت دي، ما اعتقدش ان هي تقدر تاثر معاك في حاجه. لو ما بتعرفش ممكن هتاثر معاك كتير جدا، مش هتعرف تحركاتها بتروح فين، مش هتعرف تتعامل ازاي، مش هتعرف تنزل تلاعب الناس ازاي، ممكن تاثر معاك. لكن لو انا بلعبها اصلا في النادي وهو لعبها في النادي الاهلي قبل كده مره، فما اعتقدش ان هي ممكن تاثر معاك في حاجه.